عالية أعلى من 1.1%. طيب واحد كده بدأ أنواع الستيل، بدأ أنواع الحلقات خالص. النون فيروس ماتيريالز هي بس جاست إنك تعرفهم، زي الألومنيوم، زي النحاس، زي الأسبير، زي الزنك، دي كل الحاجات اللي هي ليست حديدية. طيب النون ميتالز اللي هي المواد الغير معدنية، زي مثلا على سبيل المثال البوليمرز. ايه هي البوليمرز؟ البوليمرز اللي هي اللدائن، اللدائن هي المواد البلاستيكية. البوليمرز دي في منها نوعين، نوع اسمه ثيرموبلاست، نوع ثاني اسمه ثيرموثير. يبقى البوليمرز في منها ثيرموبلاست، النوع الثاني اسمه ثيرمو ساب. الفرق ما بينهم ان الثيرمو بلاستيك او الثيرمو بلاستيك ينفع يعاد تصنيعه، لو بيصنع منه الازايز والجلالين والحاجات دي كلها، ده لو انت قربته من النار بيتعجن، لو كملت شويه هينصهر، ولما ينصهر تقدر ان انت تصبه في كابل ثانيه وياخد الشكل مره ثانيه. اما الثيرمو ساب هي مادة يتم تشكيلها مرة واحدة بس، ولما تشكلها ما ينفعش تعيد تصنيعها، ولما تقرب من الحرارة ما بتتعجنش، بتتفحم، ولما تتفحم بتفضل ماسكة نفسها صلبة. ليه؟ علشان لو اتعجنت هيبقى ساعتها لما تيجي تستخدم مثلا الثيرموسات دي كأوان الطهي، اللي هي الأوان اللي بيصنع فيها الطعام، لو حصل لها انها اتعجنت تيجي انت تشيل الحاجه دي بتقع عليك على واحد، لكن الثانيه لا، اللي هي الترموستات بتفضل محتفظه بالصلابه بتاعتها عن درجه الحراره العاليه، اذا ولعت فيها ما بتولعش، لكن بتتحول لايه؟ لباودر او زي ايه الفحم كده. خلاص؟ دول اللي هم المادتين، وعليك طبعا الفرق ما بين الترموبلاستيك والترموستات. الترموستات زي ماده اسمها بقلايت، البقلايت دي اللي هي بيصنع منها اواني الطاهي، اللي هي ايادي الاواني الطاهي، اللي هي الايادي السوداء. وده مثال عشان تتعرفوا، عشان يجي لك الحاجات دي. اما الثيرموبلاستيك ممكن يصنع منها الازايز البوتلز او الجيري كانز اللي هي الجاز الجاكي. طيب نيجي بعد كده للفونز الماتيريال، اسمها بقلايت. الكومبوزيت ماتيريال هي مواد مركبه، مواد مركبه علشان تصنع فيها ماده ليها خواص تشبه المواد اللي عندك. سؤال، هو انا ليه لما عملت العمود القرصنه ده ما عملتوش حديد؟ برغم ان العمود الحديد دوت يقدر يشيل 70 80 دور، 200 دور، مش هيقدر يشيل دور واحد بس. ليه؟ لان الحديد تقيل جدا، الحديد غالي جدا، فانا مش هينفع لما اجي ابني كل مبنى او كل بيت يبقى عمدانه كلها من الحديد، لا هيعرفوا يشيلوه ولا هيعرفوا يسبكوه، في نفس الوقت هيبقى غالي جدا عليهم وحمله كبير قوي على المبنى. علشان كده رحنا عملنا حاجه اسمها القرصنه المسلحه، اللي هي عباره عن لم وزلط واسمنت وحديد. الاسمنت ده ماده رابطه، يبقى كل الكومبوزيت ماتيريالز فيها ماده رابطه. ماده الرابطه دي اللي هي البوندنج ماتيريال بتجمع المواد على بعضها. الزلط دوت هو الماده اللي المفروض بتشيل الحمل. اما الرمل هو الكيلر ماتيريال، ماده مالئه. اما الحديد هي الانفورسمنت ماتيريال، ماده مقويه. فبنفس الطريقه كل المواد المركبه بنفس الطريقه. لازم يبقى في ماده رابطه، لازم يبقى في ماده مقويه، لازم يبقى في فيلر ماتيريال ماده مالئه، لازم يبقى في بيز ماتيريال اللي هي بتشيل الحمل اللي انت عايزه. ماشي يا شباب؟ دي كده المواد المركبه. بعد ما تعرف المواد كلها المفروض انك انت تعرف البروبرتيز او الخواص اللي بتمتاز بيها كل ماده. ليه؟ عشان لما تيجي تصنع برودكت، هو ده اللي هيحصل، ان احنا لما نيجي نجيب لك برودكت معين هنقول لك بيتصنع ازاي وقول لي ليه ومن انهي ماتيريال وقول لي ليه. يبقى انا مش هجيب لك برودكت وبس، انا هجيب لك برودكت واقول لك كل طريقه تصنيعه مع ذكر السبب، وطريقه والماده الخام اللي هيصنع منها مع ذكر السبب.
زي مثلا على سبيل المثال لما اجي اقول لك انا عايز اصنع مثلا السكاكين او مواسير حلاقه او المواس بتاعت الكاترز بتاعت الواد او المقصات، كل دي جريد واحد، اصنعها منين؟ اصنعها منين؟ كمان ده كامل الكاترز انت شفتها دايما بتبقى شكلها بيطلع كده صح؟ المفروض ان هي ما بتصفيش دايما، المفروض تستخدم معاها حديد، حديد لوحده غير كافي، طب يضاف عليه بعض المواد فممكن يتحول الى سميكه، السميكه دي اسمها الوي. يبقى انت عندك حاجه في تعريف تاني مطلوب منا اللي هو الوي. ايه هو ايه هي الالوي؟ هي عباره عن بيز ميتال، ما بقولكش بيز ماتيريال، يعني مفيش الوي في حاجه نون ميتال، فاهمين الكلام؟ يبقى الالوي هي ليها بيز ميتال مضاف اليه بعض الاضافات لتحسين الخواص بتاعها، زي مثلا هتيجي تقول لي انا عايز الحديد دوت او الصلب ده ما يصفيش، اقول لك طيب ضيف عليه نيكل وكروم. لما اضيف النيكل والكروم هما هيسموه حديد نيكل كروم، بس ده مش هيصفي. لما اطلب منك وبعدين انك ترفع الاسترنس بتاعه فيبقى قوي جدا، فاروح اقول لك دي مثلا ماده اسمها فانيليوم، فالفانيليوم والفوسفور والمنجنيز بيضافوا لتقويه المعدن اللي موجوده عندك. يبقى معنى كده ان الالوي هي عباره عن بيز ميتال بلس ايه؟ اديتيف. طب البيز ميتال بيبقى قد ايه والاديتيف قد ايه؟ بتتكلم على 98 99% بيز ميتال، 1% بيبقى اديتيف، حاجه بسيطه خالص ما بيبقاش حاجه كبيره. فده تعريف الالوي اللي موجود عندك. طيب طب ايه هي الخواص اللي انت عايز تظبطها دي؟ الخواص اللي انت عايز تظبطها او تحسنها او تشوفها لازم تبقى انت عارفها. فالخواص اول حاجه عندنا خواص فيزيائيه، ودي مالكش دعوه بيها. فميكانيكال او برودكشن يبقى مجرد سيليكشن، يعني انت مش هتعرف تغيرها. زي ايه مثلا؟ يبقى الفيزيكال زي البنز مثلا، زي الكار، زي ايه كمان في الفيزيكال؟ اللون مثلا دون او الدنسيتي، زي لما اجي اقول لك انا عايز اصنع كوباية مثلا مصنوعة من الستانلس، فهتقول لي لازم تبقى خفيفة، ما ينفعش امسك كوباية وتلف 2 كيلو عشان احط فيها 5 جرام مية، طبعا عليها سعر خاص. طيب انت ساعتها تروح تختار الدنس القليلة بيزد على الاستخدام اللي عندك، صح كده؟ كويس. نفس الحكاية لما تيجي تختار مادة كاملة عملة معدنية هيهمك قوي ان العملة المعدنية دي لونها يبقى كويس، ما ينفعش تعمل لي عملة معدنية لونها مثلا غامق قوي او لونها شكل وحش او كده، فمش هينفع. يبقى كده تختار برضه الايه؟ اللون. لما تيجي مثلا تختار العملة المعدنية هتختار الكيميكال ستابيليتي، ما ينفعش ان هو يشتغل مع اطفال الميه او مع الميه فيصفي مثلا على سبيل المثال. لازم برضه يبقى الثيرمال كونداكتيفيتي بتاعته عاليه شويه، لو سخن يبرد بسرعه. ليه؟ لان وارد انك انت تبقى شايل معاك جهاز مثلا موقف وتبقى ماشي في الحر ما تسخنش بقعه ايدك، مش كده؟ لازم تسخن وتبرد بسرعه بحيث انك انت ما تتقلمش منها يعني. فيبقى ده كده اللي هي الايه؟ الفيزيكال بروبرتيز اللي عندك. لكن لما تيجي تتكلم على الميكانيكال بروبرتيز، دي بقى اللي هي بالنسبه لك كتيره شويه، دي بالنسبه لك كتيره شويه وكلها ملخبطه، حاول تركز معايا عشان تعرف الفرق ما بينهم. الميكانيكال بروبرتيز احنا عندنا اول حاجه اسبرانس، عندنا ductility،
brightness, toughness, hardness, تعالى كده نشوف الفرق ما بين دول. ركز عشان الاسئله اللي تيجي في الامتحان دي بتبقى دي مش اسئله طويله، وركز. ايه هي الاسترينس؟ الاسترينس دي هي عباره عن حاجتين، يا اما تنصايل سترينس يا اما كومبريسر سترينس. تنصايل سترينس يعني قوه المعدن او مدى تحمل المعدن لقوه الشد اللي عليه. يبقى السترينث هي مدى تحمل المعدن لقوة الشد أو مدى تحمل المعدن لقوة الضغط. يعني لما نيجي نتكلم على حديد التسليح اللي موجود في أعمدة المباني الخرسانية، الحديد ده بيتعرض لضغط، ليه؟ لأن بيبقى دايما الحمل عليه من فوق، فيبقى لو ما كانش بيستحمل ضغط عالي فمش هيقدر يشيل المبنى. فلازم يصنع بطريقه ان يقدر يشيل الايه هو الضغط العالي. الضغطيه اللي هي بنسميها المعطيليه، ان المعدن يبقى طري، ان المعدن يبقى طري. انت كده مركز يعني؟ انت بتكلمه كده مركز يعني؟ انت بتكلمه وانك معايا مش كده؟ الضغطيه هي مدى مطوعة المعدن للتشكل. مدى مطوعة المعدن للتشكل، كل ما كان المعدن بيطاوع اللود في التشكل تيجي تشكله يتشكل معاه، يبقى دي مادة اسمها ضغطايل ماتيريال، اسمها ضغطايل ماتيريال. لكن لما تيجي تشكله فيتكسر فاسمها بريتل ماتيريال. فالبريتلنس اللي هي الخصائص هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن إن المعدن لا يتحمل أو لا يقبل التشكل. يبقى البريتلنس هي خاصية موجودة في المعدن، هي بتقول إنه لا يقبل الديفورميشن أو الفورميشن اللي هو التشكل، مش هتعرف تشكله. زي الإزاز، لو إزاز جيت تشكله عن طريق الطرق لما تضغط عليه فهيتكسر. الحديد لما تيجي تطرق عليه يشتغل معاك ويديلك الشكل اللي أنت عايزه. طيب، toughness هي المتانة. المتانة هي عبارة عن مدى تحمل المعدن للأحمال المتغيرة. مدى تحمل المعدن للأحمال المتغيرة، يعني إيه حمل متغير؟ أنا دلوقتي لما أجيب مثلا عمود كده وأقول إن هو هيشيل السقف ده، كتلة السقف دي عمرها ما هتتغير، تفضل طول عمرها ثابتة، فيبقى عمود ده طول عمره شايل كومبريسيف ثابت طول عمره، الرقم ثابت شايل 5 طن هيفضل شايل فوق منه 5 طن طول عمره. لكن لما تيجي تتكلم على ماده خام انت بتنزل تربطها بحمر في لحظه وبتطلع تاني في لحظه، فاصبح اللود اللي عندك حمل متغير. الحمل بقى متغير بيجي في لحظه وبيروح، اما المعدن الثاني اللي هو طول عمره شايل 5 طن هيفضل طول عمره شايل نفس الرقم لن يتغير. لن يتغير في اسمه ستاتيك لود، بيتغير في اسمه دايناميك لود. فالتوفنس هي مدى تحمل الماده للاحمال الديناميكيه او الاحمال المتغيره. طيب الهاردنس هي مدى مقاومه سطح المعدن للفلش، او سطح المعدن ما يقولش الماده كلها. وطبعا سطح المعدن ما هو من المعدن، ولما اقول لك سطح المعدن كانه المعدن نفسه. فيبقى هي resistance to scratch the surface. resistance to scratch the surface. المقاومة للخدش. الصلب ممكن لما تيجي تعمل قلم خراطة بتعمله من الصلب، فالصلب بيقدر ياكل في المواد المعدنية والمواد الغير معدنية. لكن لما تيجي بالصلب لو تحاول انك انت تاكل دايموند الماظ يعني ما يقدرش. ليه؟ لأن الهاردنس بتاعك الدايموند أعلى بكتير قوي من الهاردنس بتاعك الصلب. وعلشان كده لما بيجوا يقطعوا الإزاز
بيروحوا يستخدموا ألماظة، هي الألماظة دي اللي هي الدايموند، بيروح يعمل سكراتش على المعدن، سوري على الازاز، وبعد كده بيحط خفطة خفيفة قوي كده. الخفطة دي دايناميك لود، ما هو أصل الإزاز التفنس بتاعته قليلة قوي والبريتلنس بتاعته عالية جدا، فعلشان كده مجرد ما هيتعمل فيه خدش وتخبطه هيبقى طارق على طول مكسر أو مقطوع على الشكل اللي أنت عملته. فلما تيجي تعمل كده في الستيل اعمل خدش زي ما أنت عايز، اضرب زي ما أنت عايز، ما تجيش ليه؟ عشان التفنس بتاعته عالية. طيب ليه بعد كده الاستفنس؟ هي مقاومة المعدن أو مقاومة المعدن للانحناء، مدى مقاومة المعدن للانحناء زي الكباري مثلا. لما تيجي تعمل كوبري مش هتبقى محتاج إن لما العربيات والأوتوبيسات تطلع عليه يروح عامل ديفليكشن بشكل ما ينفعش، لازم يبقى إيه؟ واخد شكله اللي هو زي ما هو. فعشان كده لازم المواد اللي تتحط فيه يبقى الستفنس بتاعتها عالية بحيث ان هو ما يتقطنش من اي لود يعمل انحناء ويبوظ الكوب. ماشي يا شباب؟ علشان اعمل او اعرف الخواص دي كلها انا بعرف حاجه اسمها ستريس سترين كيرف. ستريس سترين كيرف اللي هو سيجما ابسلون، اللي هو سيجما ابسلون. ما هي الابسلون؟ هي دلتا ال هو ري اللي هو مقدار الانفعال، نعم علي صوتك كلهم شبه بعض. هي دي الصعوبة، ما هي علشان كده لما بنيجي نقول لك مثلا في امتحان الميدتيرم صح وغلط نجيب لك ايه مثلا؟ طب تقول لك تعريف البريدنس، فنقول لك العمل ده صح ولا غلط؟ مرة على فكرة كان في سؤال مثلا correct the following statements وكل الستيتمنتس كانت صح. عادي مش معنى correct فكله غلط، خد بالك ها؟ مش معنى correct فكله غلط، انت بتقرا المسألة السؤال مرة واثنين وعشرة وتتأكد انها غلط ولا صح الأول وبعدين انت ايه تعرف. ماشي كده؟ نعم. السؤال ده ايه؟ صح لو هي كده فقط، صح لو هي كده فقط، صح لو هي مش غلط فلازم جملة وبعدين الابسلون اللي هو الانفعال بيساوي دلتا ال اوفر ال. يعني ايه الانفعال؟ لما اجي امسك معدن وبشده المعدن ده بنخليه متر بطوله متر و10 سم. اللي حصل هنا في حاجه بنسميها انفعال اللي هي دلتا ال بتساوي 10 سم. الطول الاصلي لو هو كان متر فيبقى الابسلون دلوقتي بيساوي 10 على ال، ماشي كده؟ سوري 10 على متر. فاما السيجما اللي هو الالتهاب او الاستريس ده حمل على الكروس سكشنال اريا، لود على الكروس سكشنال اريا، يبقى السيجما تساوي اف على اريا. لما اروح احسب الاستريس سترين كيرف في الحديد فبيطلع شكل الاستريس سترين كيرف بالشكل ده. مطلوب منك معرفة المناطق المختلفة بتاعته والمسميات المختلفة ليه. فلما نيجي هنا النقطة دي بنسميها ييلد وان. ييلد وان هي نقطة الخضوع. يعني نقطة الخضوع هي نقطة فيها المعدن بينتقل من حاجة اسمها إلاستيك زون إلى بلاستيك زون. ما هي البلاستيك زون؟ هي المنطقة اللي لو تم تشكيل فيها بيرجع لشكله الأساسي. يبقى أنت لو شديته زاد 10 سم سلم رجع للمتر تاني، يبقى دي كده جوه نطاق البلاستيك زون. أما البلاستيك زون بعدها فدي كلها بتسمى بلاستيك زون. والمساحة تحت المنحنى
سما طاقة. وآخر نقطة سما فراكشن بوينت. ودي بنسميها ألتيميت إنسايت سترينث. دي كده الأجزاء المختلفة الموجودة في الستريس فريمورك. هيجي يطلب منك وضح الأجزاء المختلفة، هذا سؤال، وضح تأثير درجة الحرارة على الستريس فريمورك. فلو درجة الحرارة عالية بيبقى الشكل عامل كده، زائد أكتر فبيبقى الشكل عامل كده. ايه اللي حصل؟ الابسلون بيزيد، الابسلون يعني مقدار الانفعال بيزيد، يعني تقدر تعمل تشكيل اكثر، وده صحيح. كل ما ترفع من درجه حراره المعدن كل ما تتحول الى ماده او شكل متعجن، فتقدر انك انت ايه تشكله اكثر. في نفس الوقت الالتيميت انفعال سبرنس بتاعه اللي هي قوته قل، فانت تحتاج لباور اقل عشان تقدر تشكله. فده تأثير من ارتفاع درجة الحرارة على المواد الآن الموصولة عنه. ماشي؟ كان في حد عايز يسأل؟ ليه؟ السبنس مالك انسايد كومبريس شكل الله. السبنس معناها هي بقى العمق بتاعها اللي بتعمل Thank you.
اقصى قوه للمعدن يتحملها الانسان اقصى حاجه. بعديها بيجلس قالوا طيب الابراج هي ورشه بس، وعشان كده عشان هي ورشه بس فبنتعمل عشان نشوف حضرتك وبناخد الورشه عشان نشوف حضرتك عشان نشوف حضرتك عشان نشوف حضرتك وبعدين ليه الكلام بس انا عايز افهم ليه الكلام الناس اللي عماله تتكلم. عمليات البراوة هي عمليات يقصد بيها تنعيم وتلميع الصفح بإزالة رايش منه. الرايش ده بيبقى حوالي 3.1 ملي إلى نص ملي. فالبراوة هي مش مقصود بيها انك انت تشيل من المعدن كمية كبيرة، انت بتشيل من المعدن 3.1 ملي فقط. وده كان احد المالتيبل تشويسز اللي كانت موجودة بحيث انك انت تختار الرقم اللي انت فاهمه او اللي انت عارفه. الفايلنج هي بتتم باستخدام مبرد. المبرد ده بتبقى ليه اسنان خارجية. الأسنان الخارجية دي بيبقى عمقها ما بيزيدش عن 3.1 ملي اللي هو بيشيلها. المبرد دوت بيتم تصنيفه بأكثر من شكل. في تصنيف بيزد على الكروس سكشن اللي هو مساحة المقطع. فمساحة المقطع ممكن تبقى شكلها مربع أو مستطيل أو مثلث أو دايرة أو نص دايرة. دي الحاجات اللي هي بالنسبه لك كلها اشكال معروفه. تمام؟ اما التصنيفه الثانيه اللي انت معني بيها واحيانا ما بتعرفهاش اللي هي تصنيف الفايل بيزد على شكل السنه. بيزد على شكل السنه. بيزد على شكل السنه عندي في حاجه اسمها سن البط. تبقى اول حاجه كده حاجه واحده. سن البط ده هي سن القط اللي هو مفرط حادي الاسنان. حادي الاسنان بيبقى شكل الاسنان عامل كده. عامل ببركه وعامل تقنين للريديو. يبقى الاسنان كلها متوازيه، الاسنان كلها واخده زاويه. تصل هذه الزاويه الى حوالي 40 درجه الى 45 درجه. السن القط بيستخدم فور بعض ماتيريال للمواد الناشفه زي الستيل. السنجل كاب يستخدم لانتاج اسطح ناعمه. اما النوع الثاني اللي بيسمى دبل كاب دون يستخدم مع المواد القصيفه اللي هي زي الحديد الصخر زي الكاست ايرون. بيستخدم مفرد. المفرد ده بتبقى اسنان دبل دبل فبيبقى في منها اسنان كده وبيبقى في منها اسنان كده. دون بيستخدم لانتاج اسطح خشنه. وده معناها انه بيقدر يشيل كميه معدن اكتر من السنجل كاب. طبيعي دبل كاب. تبقى زاويه الحد القاطع بتاعه اللي هو اللي هنا 45 درجه، الثانيه بتبقى حوالي من 70 الى 75 درجه. الدبل كاب بيستخدم مع الكاست ايرون زي ما قلنا، ده بيستخدم مع الستيل برضه زي ما قلنا. ثالث حاجه عندنا في حاجه اسمها كيرفت كاب. كيرفت كاب فبيبقى المفرط الاسنان بتاعته واخده شكل كيرف، وده بيستخدم مع الدكتايل ماتيريال. ايه هي الدكتايل ماتيريال؟ مواد طريه زي زي الومنيوم زي النحاس. الدكتايل ماتيريال دي الكوفيشنت كونفكشن بتاعها عالي قوي، غير كمان ان هي بتتعجن عشان هي مواد طريه فبتخش ما بين الاسنان وبتقعد فما بتنزلش تاني، فالمرض ده يتلم يعني ما بيقطعش. فعشان كده بيعملوا الاسنان كيرفت على اساس ان هي تكسر الرايش وتوقعه.
في نوع رابع اسمه لاس، لاس بيبقى محبب، لاس ار اي اس بي، لاس ده المحبب ده بيستخدم مع الخشب ومع البلاستيك. الفايل بيعمل عمليه فايلنج اثناء الفورورد ستروك، وده سؤال كده جه برضه ان هو بيستخدم في الفورورد ستروك فقط ولا الفورورد والباكورد ولا الباكورد؟ هو بيستخدم في الفورورد بس. يعني ايه؟ يعني المفروض الروك ده يكون ليه كده ترفعه وبعدين ترجعه تاني، ده يكون ليه كده وترفعه عن السطح وترجع تاني وهكذا. يبقى ازاله المعنى بتعتمد فين؟ الفورورد ستروك فقط. ماشي يا شباب؟ طيب المفروض انك انت اولا تحافظ على وقتك.
خلينا نحافظ على تركيزي انا عشان اقول لك اكبر قدر ممكن من المعلومات في وقت قصير. ثالثا المفروض تحافظ على كل زمايلك اللي جنبك. اخيرا هطردك انا بقى. يلا تعالى. لا ما هو في بص انا بكلمك انت ولا انت. انت واللي جنبك. يلا اتفضل. واي حد هيتكلم تاني يا جماعه بدون تحذير كده انا همشي على طول. لان واضح كده ان التحذير ما بيعملش معاك حاجه. الريت انجل هي زاويه بتستخدم لتسهيل خروج الرايش زي ما انت شايف كده. بس اللي انا رسمها لك المفروض ان لما تكون زاويه الريت موجوده الرايش بيقدر يطلع عليها، فعشان كده هي بتسهل خروج الرايش. ماشي؟ الريت انجل لو كانت بتساوي صفر ايه اللي هيحصل؟ الريت انجل لو زاويتها بتساوي صفر هيبقى معنى كده مفيش رايش هيطلع. وايه اللي هيحصل؟ يبقى ساعتها انا بقطع وبفصل، ما بعملش عمليه بلاننج، ما بعملش قصر. اما لو انا اديت زاويه ريك انجل وقللت قوي زاويه كليرنس انجل فانا هعمل قصر زي ما انت شايف كده، انك بتشيل طبقات من سطح الايه؟ المعمل. ماشي كده يا شباب؟ فرق بين الثلاث زوايا عارفينه عشان ده بتسال فيه كتير. طيب الحاجه اللي بعد كده بعد الشيسل الهاند ثريدنج. ايه هي الهاند ثريدنج؟ اللي هي عملية إنتاج العروس. عملية إنتاج العروس دي اللي هي سطح المسمار والفورمولا. فالهاند ثريدنج Thank you.
بتستعمل هنا في الكمبيوتر.